مرحبا طلاب، اليوم ناخذ المحاضرة. راح نناقش موضوع جديد وهو Construction Project Planning Techniques، يعني شنو أساليب التخطيط في مشروعات التشييد. هذا الموضوع يعني أنا أعتبره أنه من أهم مواضيع البروجكت مانجمنت كلاس، اللي بيها أنه إحنا نخطط أول شيء كيفية إنشاء الفقرات، من الفقرة الأولى، من الفقرة الثانية، من الفقرة اللي من الفقرات اللي نقدر نشتغلها سبونتانيوسلي يعني بنفس الوقت، ومن الفقرات اللي لازم تتنفذ حتى الفقرات اللي بعدها تتبعها، ومن خلالها انه راح نتعرف انه المده المتوقعه لتنفيذ المشروع، وايضا ايش قد نحتاج وقت او عمال او مواد، متى نشتريهم. فبهذا الموضوع هو راح يعني بسرعة ما راح يصير عندنا تصور كامل عن المشروع وكيفية إدارته، نفس الوقت كيفية الصرف مالته راح يكون، إيش قد نحتاج خلال المدة الزمنية من التطور مالته. هسه مثلا كتعريف، هو المقصود بتخطيط مشروعات التشييد هو وضع خطة عمل لتنفيذ مشروع ما، وتشمل هذه الخطة تحديد البنود المختلفة للمشروع وكيفية تنفيذ هذه الأنشطة وعلاقتها مع بعضها البعض، ومن المسؤول عن كل منها. يعني ونكمل يعني مثلا انه ايش قد نحتاج المقاولين، ايش قد نحتاج مواد وعماله، ولذلك يحتاج المخطط الى درايه عاليه ومعرفه جيده باساليب التنفيذ. يعني انه البروجكت مانجر وخصوصا المخطط يعني مال المشروع انه لازم عنده خبره بالكونستراكشن ايضا، وبمن يعني بالتنفيذ وايضا بالتصميم، خصوصا بالتنفيذ يعني حتى يعرف انه في منه فقرات اللي تقدر تشتغل سوا او متتابعه، فلازم عنده خبره عاليه. وتكمن اهميه التخطيط مشروعات، يعني الاهميه ليش يعني التخطيط مهم للمشروع. تخطيط المشروعات يزيد من احتماليه نجاح المشروع، ايضا يساعد على سهوله الاتصال بين القائمين على المشروع، يحقق الاتزان بين الموارد والاحتياجات، انه ما نحتاج مثلا اكو مواد ما نحتاجها مباشره، ايضا العاملين اليد العامله او شيء راح نعرف انه متى نحتاجهم بهذا الوقت معين في اي فقره، ايضا يحدد دور كل فرد في المشروع وعلاقته ببقيه العاملين، لانه هو خلال التخطيط ايضا نحدد اللي يسمونه الشجره مال العمل، انه مثلا من المهندس مشروع، من المهندس المنفذ، من العمال، من الفقرات، من المسؤول عنها، وهكذا الفورمان مثلا، وهكذا. التخطيط يساعد على التنبؤ بأي مشاكل مستقبلية قد يتعرض المشروع. التخطيط أيضا يساعد على متابعة المشروع وإدارته والتحكم به. تخطيط المشروعات يعني هي اللي يتم متابعته من خلال اتباع المراحل التالية. أول بداية اختيار الأسلوب الأمثل لتنفيذ المشروع من الناحية الفنية والتكلفة المالية، تقسيم المشروع إلى عدة فقرات وبنود، تحديد علاقة بين كل بند وأخرى، توزيع الموارد على الأنشطة، الموارد البشرية والمالية، أيضا تحديد الزمن اللازم لكل مشروع. طبعا هذا الزمن اللازم أنا أشوفه هنا، هنا عندنا الخبرة تعتمد يعني أكثر من ما النظري، الخبرة النظرية. الخبرة العملية راح تعرف أنه مثلا اللبغة قد يحتاج، مثلا الصبي قد يحتاج، فهاي يحتاج أكثر أنه المهندس الموقع أكثر خبرة من المهندس المنفذ. هنا عندنا احنا زمن كل بند، يعني الوقت اللي نحتاجه لكل فقرة معينة. احنا إذا عرفنا حجم العمل والإنتاجية، فإذا من نقسم حجم العمل الإنتاجية راح تعرف الزمن بالتايم. الإنتاجية تساوي كمية معينة على من؟ على التايم. فإذا عندك الحجم العمل اللي هو كمية، فإذا كمية وكمية فإن شاء الله فيبقى شني التايم اللي هو زمن. باستخدام علاقة بين الأنشطة التي تم تحديدها في الخطوة على، وباستخدام أحد أساليب التخطيط اللي سيتم شرحها لاحقا، يتم رسم الأنشطة في صور تخطيط سهلة الاستيعاب والفهم، يتم حساب زمن المشروع. يعني أنه إحنا من عرفنا أنه كل فقرة شقد تأخذ وقت من عندنا، وباستخدام أحد أساليب التخطيط المشروعات راح نعرف انه المشروع ايش قد مدته، ومنو الفقرات اللي تبدي سوا، ومن الفقرات اللي تبدي متتابعه.
أو شنو نحتاج كبنى تحتية أو مواد أو يد عاملة. أول طريقة، الطريقة الأولى اللي هي طريقة الجدول البياني اللي هي جانت أو بار تشارت. هاي الطريقة هي اللي هي يعني نقدر نقول أسهل طريقة، أبسط وأسهل طريقة بتقديم مشروع، تفيد بالمشاريع البسيطة. نقدر نقول مو مشاريع مثلا أبنية ضخمة أو شيء، لا مشاريع نقدر نقول بيها الفقرات، مرات الفقرات بنفسها نقدر احنا ننفذها بالطريقة الجدول البياني او نرسمها او تقدمها، بس بالمشاريع الكبيرة ما راح تفيدنا هالطريقة لان راح تكون اكثر تعقيد. بهاي الطريقة يعني من الطرق التخطيطية تم توقيع الانشطة على المحور الاساسي، انه الانشطة راح نصير اللي هي محور العمودي الرئيسي، والزمن تقدم الزمن راح يصير شنو بالعمود الافقي، ويتم تمثيل الانشطه في صوره مستطيلات اللي هي راح تصير شكلها انه مستطيلات لكل فقره. الفقرات احنا نسميها مثلا احنا اي بي سي، مثلا فقره الصب، البناء، تهيئه الارضيه مثلا ارضيات، الموقع، فكل وحده فنرمز لها هنا اي بي سي هنا اسهل يعني. ويتكون من 3 بنود متتالية يعتمد فيها البند الثاني على البند الأول ويعتمد البند الثالث على البند سي مثلا. يعني هو إذا كمثال عندك إن هنا إذا تريد يعني مجرد كويك يعني يسمونه شرح بسيط له، إنه إحنا نعرف إنه هذا المشروع إذا هو هذا مشروع مثلا كامل إنه بيه 3 فقرات، كل فقرة ما تبدي إلا ما تنتهي الأولى. فإذا أي بدت هنا مثلا زمن معين، هنا الزمن فبدت شني انتهت اي يلا بدت بي اللي هي الفقره الثانيه اللي بعدها. مثل ما تقول انه هنا انتهى مثلا اعمال الحداده يلا بعدها شني الصب يلا بعدها مثلا نقدر نقول الصبغ او اللبخ مثلا، فهيك خطوات. هنا عندنا مثلا هنا اللي البار هذا العمودي معناه شنو، انه صار عندي مثلا اجازات، صار اجازه فصار عندي تمدد بالوقت، وبعد الدور استمر الوقت. هنا السي ما بدت الا شني انتهت بي. اذا السي شني تعتمد على اثنينهم، البي تعتمد فقط على الاي حتى يلا تبدي. هنا انت عندك شني انه تعتبر هالطريقه من اسهل الطرق، يعني مميزاتها انه تعتبر هالطريقه من اسهل الطرق تخطيط المشروعات التشييد، حيث يمكن المسؤوليات تقوم للعمل من استيعابها والعمل بها. يعني انه اي كادر عمل ان كان متقدم او نقدر نقول بدائي او قليل الخبره راح يعرفها مباشره، راح يعرف انه تعطي تفاصيل هنا مكان اي مثلا نعطي اسماء الفقرات، فراح يعرف انه اي تنتهي يلا تعرف بي، فما يحتاج يعني شرح وتفاصيل اكثر. والعمل جوه ذلك سوره البيانات والعلاقه الموضحه بين الانشطه. ومع ذلك فمن عيوب هذا الطريق انها لا تحدد العلاقه بين الانشطه الا في نطاق ضيق، يعني ما تعطيك تفاصيل كثيرة فقط. وبصفة عامة يمكن إجمال المميزات والعيوب فيها. مالي المميزات بس هنا إنه مرات إنه شنو عندنا زمن النشاط، ومرات إذا عندنا زمن فترة سماح، فالتمثيل مالتهم هنا ما يعطيك تفاصيل هواية. إحنا إذا عندنا زمن سماح فمرات شنو زمن النشاط ونضيف لزمن السماح مباشرة فيصير كله المستطيل كامل اللي هو شنو مثلا إذا عندنا 5 أيام عندنا زمن فترة سماح اللي 3 فراح نضيفها 5 زائد 3 يصير 8 مثلا، فيصير الكلي 8 فنخليها هنا 8، فما تقدر تحصل تفاصيل كاملة. فالمميزات الطريقة اللي هي طريقة الجدول البياني الجانت تشارت هو سهولة التوقيع والاستيعاب، سهولة الاستخدام في المتابعة ومراقبة المشروع، سهولة الاستخدام في تحديد التوزيع التكراري والاحتياجات المشروع من المواد المختلفة على مدار المشروع، سهولة توضيح فترات الإنجاز أو عطل العمل يعني واضحة، تعتبر من أسهل وسائل الربط بين المسؤولين عن المشروع وإداري من جهة وبين الفنيين والمسؤولين أطقم الأخرى، لأنه الرسم سهل، فكل الكوادر إن كانت إدارية أو خبرة أو بسيطة هم كلهم انه يتفاهمون بها فيصير سهل التواصل بيناتهم. يمكن ايضا تطويرها،
ويمكن استخدام لوحات متحركة لإدخال ودراسة التغيير في بداية الأنشطة ونهايتها. يعني نقدر احنا نغير، نقلل المدة أو نضيفها، نضيف لنا فقرات إضافية للبار تشارت. العيوب، من عيوبه أنه لا تصلح هذه الطريقة لمشروعات كبيرة، المشروعات المعقدة والكبيرة واللي عدة فقرات بيها أو جاز عدة فقرات تبدأ بسوى أو فقرات مرتبطة بالأخرى أو تحتاج جدول زمن الحرج أو شيء، هاي صعبة ما راح تمثل بيها. أيضا لا توضح كثير من العلاقات بين الأنشطة مختلفة، لا توضح المسار الحرج، أيضا قلة البيانات الموقعة في الأنشطة مقارنة بالطرق الأخرى، يعني ما تقدر تضيف معلومات هواية عليها، مجرد تسميات. وأيضا لا توضح فترة السماح اللي هي مثل هاي مثلا، ما راح تبين لنا، فلهذا أنا راح يصير شيء مجرد مستطيل أيام معينة، فما أعرف إن فترة السماح شقد أو شيء، وإذا استخدمتها راح شو يصير على الوقت أو شيء. هسه أمثلة عليها. هسه مثلا عندنا مثال جدول البيان التالي يوضح رسم تخطيطي لمشروع بسيط يتكون من 8 بنود، اللي هي شنو؟ يعني 1 2 3 4 5 6 7 8، وهو عبارة عن استراحة تتكون من دور واحد، ويمكن استنتاج الملاحظات التالية من الشكل الأدنى. يعني هسه مثلا أنت من تقرأ مثلا جاهز يجيك مثلا سؤال يقول لك مثلا اشرح لي شنو فكرتك عن البار تشارت هذا الموجود امامك. فمبدئيا هسه هو ايش كاتب لنا؟ انه هنا اول بدايه تجهيز الموقع، عمليات الحفر، اعمال النجاره، اعمال الحداده، صب الخرسانه، اعمال المباني، اعمال بياض، واعمال التشطيب. اول بدايه الوقت الكلي للمشروع ايش قد نحتاج، نقدر نعرفه من هنا، انه هنا ايش قد منطين هنا بالاسابيع، فاذا نحتاج 10 اسابيع حتى يكمل، هاي اول بدايه. الفقرات الثانية مثلا ايش عندنا هنا؟ عندنا مثلا تجهيز الموقع يحتاج قد اسبوع، بعدها شنو؟ يلا قدر عندنا عمليات الحفر اللي هي قد احتاجت اسبوع، اسبوع واكثر، يعني جاز بال يعني اسبوع ونص، فهي مسافة وقت انه اسبوع ونص. تقدر طبعا بالمناسبة تجمعهم كلهم لازم يطلع شنو؟ نفس العدد هنا. اذا صارت شنو؟ إذا واحد متتابع، بس إذا نفس الوقت لا ما يصير يجمعهم، فتصير الأفضل هنا تحسبهم. مثلا أعمال النجارة وأعمال الحدادة بنفس الوقت بدهم، واثنيناتهم يحتاجون جيد أسبوع ونص. بعدها يلا بدأ شين صب الخرسانة، أكيد يعني إنه صب الخرسانة بدأ هنا واحد. أعمال المباني بدت واني أنا أصب أو خلال صب الخرسانة بنفس الوقت، فبدأت نفس الوقت بس شين تحتاج اسبوعين اضافيات، فاحنا اسبوع اضافيه. هنا عندنا عندنا اعمال تشطيب بدت من مع انتهت اعمال البياض مثلا، فبدت فهسه مثلا مجرد نقاط نكتبهم بالاعتماد عليه من على الرسم نشوفه. اول بدايه الزمن الكلي للمشروع هو 10 اسابيع، هاي هنا 10. يتكون المشروع من 8 بنود اللي هي 8. هناك تداخل بين أعمال النجارة والحدادة اللي هو شنو إنها موجودة، أعمال النجارة والحدادة بدأوا نفس الوقت. هناك تداخل بين أعمال المباني وعمليات الصب والخرسانة اللي هم شنو بدأوا اثنيناتهم، بس إحنا قلنا إن أعمال المباني تحتاج وقت أكثر فصار مدتها أكثر. هناك تداخل بين أعمال بياض وأعمال المباني، أعمال النجارة وأعمال الحدادة تنتهي في نفس الوقت، يعني هنا إنه نفس الوقت إن اثنيناتهم واحد ونص، بدأوا نفس الوقت وانتهوا نفس الوقت. فهاي فكرتي عنها. الأزمنة المناظرة لكل بند عبارة عن حجم العمل مقسم على من الإنتاجية، يمكن استبدال الأزمنة المكتوبة أفقيا بالتواريخ المناظرة لها، يعني أنه كتابتهم يمكن استبدال أسماء البنود برموز أو أحرف، يعني مكان ما مثل مرات إذا عندي مشكلة بالشارت ماكو كافية فراغ كافي، فيقدر أخلي مثلا A B C D E F G مثلا، واكتب هنا مثلا اعطنا تعريف انه اي معناها شنو تجهيز الموقع، بي معناها مثلا عمليات الحفر، وهكذا. هسه عندنا شنو مثال ثاني، الجدول التالي يمثل بنود احد المشروعات التشييد بسيطه، والمطلوب تخطيط هذا المشروع بطريقه الجدول البياني. يعني اعطيك شنو انت منطيك جدول وليدك شنو تنفذ على تمثله بطريقه الجدول البياني، تحول المعطيات الفقرات الى شنو جدول بياني.
فمبدئيا احنا نشوف انه مثلا اي ايش قد مدتها بالاسابيع، معطاه ايش قد عندي خمس اسابيع، بي ايش قد اربع اسابيع، اي عندنا شنو اللي قبلها ما حقق قبلها، فاذا اي هي الاولى، فاذا اول بدايه اي. يجي بعدنا شنو عندي بي، بي منو قبلها اي، فاذا انتهي من اي تبدي شنو عندي بي، اوكي فبديت بي اجرها أربعة. طبعا هاي تمثيل شنو السكيلات، انت تختار السكيل المناسب لك مثلا حسب المربعات بكتاب او شيء، فهذه السكيلات لازم تتحددها وتعطي سكيل مناسب حتى تفرق بيناتهم. سي عندنا هنا شنو سي، سي بادية مو بعد بي، بادية شنو من بعد من بعد ما تنتهي اي، فاذا اكتب السي بادية من بعد نهاية اي، فمباشر اسمها ايش قد وقتها سبعة، اذا مستمرة السي. الدي ايش قد وقتها ستة، اوكي تبدي وين بعد من بعد نهاية بي، فاذا ارسم الدي مباشرة وين بعد نهاية البي، فهذه هاي الدي قيمتها. الاي اربع اسابيع من بدايتها من بعد نهاية بي، فاذا شني ارسمها من بعد شني نهاية بي، فاذا بي مباشرة هنا وقتها اقل، فاذا صارت اقل من الفقرة اللي قبلها. الاف جيد وقتها ثلاثة اسابيع من بعد من نهاية شني سي، فاذا سي نهاية هنا، فاذا الاف هنا مباشرة وابديها، وهكذا. الجي نفس الشكل اثنين من بعد من نهاية دي، فاذا دي 1 هنا نهايه هنا، فاذا شنو الجي تنتهي تبدي هنا وتبدي 2 اسابيع. الاتش 8 اسابيع وين تبدي من بعد نهايه اي، فاذا اي ابدي هنا من هنا، فاذا تنتهي هنا. الاي من بعد نهايه شنو اف، فاذا اف هنا مباشره عمودي لازم، فتبدي الاي. والجي الاخيره اللي هي شنو تبدي من بعد نهايه اتش اللي هو هنا، إذا H هنا فصارت الـ I، فصارت من بعدها يلا أعرف من بعد ما أرسمهم أعرف إنه المجموع الكلي أحتاج الوقت، يعني الوقت الكلي لتنفيذ المشروع، هاي راح أصير عندي واضحة من بعد ما أكملهم ورسمهم صورة صحيحة. هسا عندنا المثال الجدول الثالث اللي هو شنو؟ الجدول التالي يمثل أحد مشروعات التشييد البسيطة، والمطلوب تخطيط المشروع بطريقة الجدول البياني وتحديد زمن المشروع وموقف المشروع في نهاية الأسبوع الثامن. مبدأ شريط من عندك هو بالسؤال، نعطيك جدول أنشطة ويدك ترسمها. يريد من عندك شنو مطلوب السؤال؟ أول بداية تحديد زمن المشروع الكلي، والمشروع موقفه بمن نهاية الأسبوع الثامن. فحتى جاوبه ذني شنو أحتاج إنه أرسم. فرسم نفس الطريقة اللي شرحناها بالبداية، هو إنه أشوف أي شنو قبلها، البي شنو قبلها، فاذا بما انه ما حد قبل ماكو قبل شيء، فاذا شنو يبدا اثنيناتهم نفس الوقت، بس نهايتهم وين تعتمد على الزمن اللي محدده بكل فقره، فاذا أربعة هنا ثلاثة، اوكي هنا سي تنتهي وين تبدي وين نهايه اي، فاذا اي ناسي الدي تنتهي وين نهايه بي، فاذا تبدي بنهايه بي وزمنها المحدد، وهكذا. بس خلوا بالكم انه لازم شو تخلي انه السكيل، من تخلي السكيل مثلا 1 سنتيم لكل اسبوع او 2 سنتيم، فخلي السكيل ثابت. من تخلي السكيل ثابت عندك راح يصير عندك رسمك صحيح، وبالتالي شنو حساباتك صحيحه ما يصير بها مشاكل، وهكذا نطبقها كلهم. احنا ننتهي مثلا بالجي، الجي شنو قبلها اي، فاذا الاي نهايتها هنا، فاذا الجي نهايتها بالاخير، فاذا من الرسم راح اعرف انه ايش قد الاسبوع ال تحديد زمن المشروع جيت، يعني انت 25 اسبوع يحتاج 25 اسبوع حتى يكمل البناء. هسه مثلا موقف المشروع في نهايه الاسبوع الثامن، اوكي ابدي حسب الرسم اسقط وين الاسبوع الثامن، هنا عندي 5 هنا 10 اذا 8 هنا تقريبا، فانه يصير هنا هذا الخط، فابدي اشرح عليهم انه يجب ان تكون الانشطه اي وبي قد تم انتهاء منها. ليش؟ لانه هنا عندي 8، فإذا A و B أصلاً لازم خلصات بهالوقت هاي بالبداية. الأنشطة I H J F لم يبدأ العمل بها، ليش؟ لأنه إذا أرسم هنا فذني اثنيناتهم ما يتقاطعن مع الخط المستقيم اللي الراسم العمودي، فإذا
F, J, H و I و J ما مباديات أصلاً. النشاط C يجب أن يكون قد تم انتهى من ثلثين عمل به، لأنه هنا ثمانية هنا، فأنت تجي تقريباً ثلثين من ال تجي تتقاطع وين ثلثين من البار C، فإذا شني إنه ثلثين من عنده. النشاط D يجب أن يكون قد تم يعني تخميني مالتك إنه 80% انتهى. النشاط E يجب أن يكون قد تم انتهاء 62% من حجم العمل، يعني إنه مثلاً إذا 8 هنا فال E 60%، مثلاً ال D تقريباً 80% إذا نجر خط مستقيم من هنا من 8 إلى هنا، فتقريباً شني 80 إلى يعني نقدر 85% من عنده، فش مجرد تخمين للجد انتهت من الفقرة. فهذا هو الشرح أو موقف المشروع في نهاية الأسبوع الثامن. يعني نقدر نقول هسه مثلا إذا أريد موقف المشروع نهاية الأسبوع 15 مجرد مجر خط مستقيم هنا، تشوف أنه أنتو مثلا أنه جي صارها مثلا نقدر نقول 20% من وقت جي بدأت فقرة من عندها. الأتش تقريبا نص 50%، الفقرة E والدي والسي والبي والأي مكملات لازم، بما أنه هنا ما راح تقاطع وياها، فإذا الآي والجي بعد ما باديات وهكذا. الطريقة الثانية هي طريقة شنو؟ التخطيط الشبكي. طريقة التخطيط الشبكي راح ناخذها بالمحاضرة المقبلة، اللي هي بيها شنو؟ انه تفاصيل المسار الحرج والحسابات مال البيانات، اللي هي هاي الطريقة اللي مستخدمة بأغلب المشاريع المعقدة، وحتى ببرنامج برمفيرا يستخدم هاي الطريقة أكثر شيء. فراح نكملها بالمحاضرة المقبلة. شكرا للأصغار.